انا كده 2 مليون نمبر 1 في كل دول ترند جيمنج انا على طول. واضح كده ان انا خلاص مستحيل ابدا حد يقتف عليا بعد اللي حصل لي ده. عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لي؟ خلينا اسيبكم مع حكايتي دلوقتي. انا كنت راجل الحمد لله غني، وكانت جنبي مراتي ومعايا ابني بيسمع الكلام على طول، وكانت حياتي طبيعية زي اي واحد بيصحى من النوم بيغسل وشه وبيسرح شعره ويجهز عشان يروح الشغل، ولازم انزل بسرعة عشان ابني مستنيني تحت. ولكن للأسف ابني ما كانش بيسمع الكلام، مع اني ما كنتش حرمه من اي حاجة، تابلت وجبت له وبلايستيشن 5 وجبت له وشاشة كبيرة وكمان جبت له. ولكن نعمل ايه بقى، انا حاولت انصحه كتير وقعدت اقول له اسمع كلام ابوك انا اللي باقي لك، ولما اجي اكلمه ما يرضاش يسمعني وبيصرخ في وشي. انا بصراحة تعبت قوي قوي معاه، وساعتها حصل بينا خلاف كبير قوي، وابني في الاخر شوح لي ومشي، وانا ما اعرفش للاسف هو ايه اللي حصل عشان كل ده مشي وحتى ما قاليش سلام عليكم. ومن ساعتها انا وابني بقينا في خلاف كبير قوي، وبعد ما اديته منصب كبير قوي في الشركه انا عادي قلت يعني ايه اللي هيحصل، ده ابنك ومهما حصل اكيد هيصونك. دخلت عليه في يوم من الايام المكتب، لقيته بيعمل مكالمة، والمكالمة دي بجد بجد زعلتني قوي منه. كان بيستخدم الفلوس في حاجة مش كويسة ابدا، وساعتها انا ما صدقتش هو ده ابني، هو ده اللي صرفت عليه دم قلبي وفلوسي كلها وفي الاخر يعمل كده، مستحيل تكون انت ابني. وبعديها روحت البيت وطلعت عشان اخد كل الفلوس اللي في الخزنة، وخدت كل الفلوس بتاعتي وسبت شوية فلوس لمراتي عشان تعرف تصرف بيها، واتصلت على كل البنوك وخليتهم يصفروا كل حساباتي لان انا مش هكون متواجد بعد كده، ومشيت ومحدش يعرف عني اي حاجة. مش كنتوا عايزين تسمعوا حكايتي؟ اهي دي حكايتي. انا الراجل اللي هناك ده بجد صعبان عليا قوي، قاعد بيكلم نفسه بقاله كتير وانا عايز اديله فلوس واساعده، ولكن انا مش عارف اعمل ايه، انا لازم اروح له دلوقتي حالا. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ في حاجه؟ لا مفيش اي حاجه، بس انا شفتك ان انت قاعد هنا وبتتكلم مع نفسك فقلت اجي، يمكن يعني تكون عايز تتكلم معايا. ربنا يخليك، انا مش محتاج حد اتكلم معاه، انا اتعودت خلاص ان كل وحدي. كل وحدك؟ كل وحدك ليه بس؟ احنا قاعدين مع بعضينا اهو. انت محتاج فلوس يا عمو؟ انا محتاج فلوس؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ كل حاجه تمام والحال ماشي عالي العال. انا عارف ان انت مكسوف مني عشان انا ادبنك وكده، صح؟ اهم حاجه خد الفلوس اهي، اتفضل يا عمو. ادبني؟ ادبني مين بس؟ هو فين ابنك صحيح؟ انا ابني دلوقتي المفروض اتجوز وخلف اصلا. طيب دي حاجه جميله، على كده بقى هو اكيد بيصرف عليك. معلش يا حبيبي انا ما بحبش اتكلم على الموضوع ده دلوقتي. خلاص يبقى خد دلوقتي حالا الفلوس دي. يا حبيبي انا مش عايز اي فلوس. يا اما بقى يا عمو هزعل بجد. انا خدت الفلوس دلوقتي عشان انت بس يا حبيبي ما تزعلش، وكل سنه وانت طيب يا عمو، ولو عوزت اي حاجه مني انا جنبك ماشي، هعدي عليك كل يوم. حبيبي ان شاء الله، مع السلامه يا عمو. يا سلام يا بلال، المسلسل المره دي جامد قوي بجد. يا ماما حلو قوي. مال صوتك يا بلال، فيك حاجه ولا ايه؟ لا ماما اصل انا بس يعني بفكر في حاجه حلوه قوي كده. ايه ده؟ هي ترى ايه الحاجه الحلوه؟ اصل بصراحه كده بقى يا ماما انا قابلت راجل عجوز، والراجل العجوز ده شكله غلبان وبصراحه بسطني جامد جدا. ايه ده؟ ادالك فلوس يا بلال؟ هو انا يا ابني حرمك من اي حاجه؟ لا يا ماما طبعا ربنا يخليكي ليا، انت طبعا عمرك ما حرمتني من اي حاجه، بس انا يعني اتبرعت واديت له الفلوس اللي انت اديتهاني مصروف النهارده. طيب وليه عملت كده يا بلال؟ عشان حسيت ان الراجل حزين قوي يا ماما. الراجل يا ماما كان بيكلم نفسه لمده 5 دقايق كامله وانا قاعد ابص عليه ومستغرب، يمكن يكون في حد وراه ولا حد قدامه وانا مش شايفه. ابعد عن الناس دي يا بلال، تلاقيهم فيهم حاجه، انا خايفه بجد. يا ماما مفيش حاجه صدقيني، ده يا ماما راجل عجوز، لو حابه يعني تشوفيه دلوقتي يلا بينا. لا يا بلال انا عمري ابدا ما اروح عند الناس اللي زي دي، وانت لو قربت لهم تاني هتزعل مني. حاضر يا ماما انا اسف، مش هقرب لهم مرة تانية، مش هقرب لهم. انا معرفش بصراحة ليه ماما بتفكر كده، هو عشان قلت لها يعني ان هو بيكلم نفسه فهو كده مجنون؟ مش شرط، ياما ناس كتير قوي كانت بتكلم نفسها وهي فعلا متضايقة من حاجة او الزمن جه عليها. انا بسمع الكلام ده من صحابي لان انا اصلا اعرف ناس كتير قوي، ولكن مش صحابي الصغيرين، صحابي الكبار. انا هنام بسرعة عشان عايز الصبح يطلع على طول وانزل واشوف الراجل العجوز ده.
اخيرا الصبح طلع، هو ده اللي انا كنت اخيرا عايزه. بسرعه يا بلال عشان تلحق الراجل العجوز ده، بسرعه بسرعه. بلال يا بلال، انت فين يا حبيبي؟ هو ضحكنا، لازم اطلع له دلوقتي. ايه ده بلال؟ ممكن تكون انت مثلا بتغسل وشك، انا عارفك بتتاخر. ايه ده؟ مستحيل مستحيل يا بلال، انا زعلتك في حاجه ولا ايه؟ واضح ان كلامي ده يوم امبارح. طب ولا يا بلال فين دلوقتي؟ يو بقى، ايوه اكيد عند الراجل العجوز اللي قال لي عليه امبارح. هو بس كده؟ ايه رايك في حكايتي؟ ايه رايي في حكايتك؟ ده حكايه بصراحه حلو قوي، بس يعني هو ابنك بجد ما كانش بيسمع كلامك ليه؟ وهو ايه اللي يخليه يعمل حاجه زي كده؟ قدر ربنا بقى، هو ربنا لازم يحطني في المواقف اللي زي دي، وعشان ربنا بيحبني فخلاني بقى كده. هو بعد عنهم كلهم. طيب ومراتك دلوقتي المفروض يعني عايشه لوحدها؟ ايه ده، هي مين الست دي؟ الله 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 الله، ايه ده؟ انت واقف مع الراجل اللي انا قلت لك ما تقفش معاه؟ ده مجنون يا بلال، واختفيت حتى من غير ما تقولي. ماما ايه اللي انت بتعمليه ده يا ماما؟ ما ينفعش يا ماما تقولي على الراجل ده ان هو مجنون، الراجل حكى لي كل قصه حياته مش زي ما انت فاكره. لا مجنون، وهتبقى مجنون زيه كمان يا بلال لو ما مشيتش معايا دلوقتي. روح معاها يا ابني، واضح كده ان دي مامتك. حقك عليا يا عمو، والله العظيم انا ما اقصدش، انا ما اعرفش هي بتعمل معايا كده ليه. وكمان بتكلمه يا بلال؟ طب يلا نجري قدامي. اسمع كلامها يا حبيبي، اسمع كلامها. حبيبك؟ بقول لك ايه، امشي امشي يا بلال قدامي، وبعد اذن حضرتك ما تكلموش تاني. طب يعمل فيك ايه ده يا بلال؟ جري ايه بقى يا ماما؟ ايه اللي انت عملتيه قدام الراجل ده؟ صغرتيني. ليه؟ هو انت فاكر نفسك انك كبير ولا ايه؟ بتكلم راجل عجوز شحات قاعد جنب سوبر ماركت، وانت عايز منه ايه يعني؟ اكيد هيحكي لك قصص كلها مش حقيقيه. يا ماما راجل غلبان، وانا بجد بجد انبسطت له واستريحت له، وهو بدك استريح لي. حسك عينك تكلمني تاني عن الراجل ده، اديني حذرتك. يلا تعالى ورايا دلوقتي حالا على البيت. من الواضح كده ان ماما مش عايزاني اقعد مع الراجل العجوز ده تاني. انا اسف، باين عليا مش هقابلك مره تانيه. يلا خلاص بقى، هنعمل ايه يعني؟ انا افضل ماشي. انت يا كابتن، انت وقف عندك. ايه ده، شرطه ولا ايه؟ لا احنا مش شرطه. ما شفتش راجل عجوز هنا ولا هنا؟ راجل عجوز؟ لا مش عارف يعني مين الراجل العجوز ده. كان في راجل عجوز بيقعد بخيمه على جنب، ولكن احنا دورنا عليه ولحد دلوقتي مش لاقيينه. انا بقالي اكتر من 5 سنين بدور عليه. بعد اذنك لو تعرف عنه اي معلومات لازم تقول لي. صدقني انا ما اعرفش اي حاجه، ولكن اكيد يعني بالتاكيد لما اعرف هقول لك. طيب خلاص، عامة انا مكتبي اللي فوق هنا ده، لو لقيت اي حد حتى لو شبهه تعال وقول لي. ايه ده، غريب قوي الموضوع ده. اوعى يكون ان ده ابنه، ان هو كان لابس بدله وبيدور عليه بقاله 5 سنين. طب بيدور عليه ليه؟ انا لازم اروح دلوقتي حالا وقول للراجل العجوز ده ان في حد بيدور عليك. ايوه اخر مره الراجل العجوز كان هنا، اعتقد ان الراجل العجوز هنا. ايوه بالظبط كده. هو الراجل العجوز مش موجود النهارده ليه؟ بص يمين بص شمال، الحمد لله مامتي مش موجوده. حتى لو مامتي موجوده ما هي مش هتعمل حاجه عشان الراجل العجوز مش موجود. ايه ده، بس في حاجه هناك اكنها ورقه، انا هروح دلوقتي حالا كده اشوفها. ايه ده، هو الورقه دي مكتوبه لمين بالظبط؟ اهلا بيك يا بلال، انت لو معاك الورقه دي يبقى اتاكد ان انا مت، وانا عارف انك هتسال عليا، واتمنى تكون ان انت مش زي ابني. الورقه دي بمجرد ما توديها للبنك كل فلوسي واملاكي كلها تتحول ليك. ايوه قبل ما تسال السؤال وتقول ازاي انا معايا فلوس، انا معايا فلوس كتير قوي، ولكن خلاص انا قلت ان انا مش عايز اصرف منها اي حاجه ولا عايز اتمتع بيها بسبب اللي انا شفته من ابني، وعايزك توعدني يا بلال ان انت مش هتستخدم الفلوس دي في اي حاجه وحشه زي ابني ما عمل. وبجد بجد انا اول مره احس ان فعلا ان انا عندي ابن، وما تحاولش تعد الفلوس لان هما كتير قوي، فوق المليارات، فوق المليارات يا بلال. ايه ده، فوق المليارات ايه؟ لا 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 مستحيل، انا متاكد ان هو ما ماتش. عمو عمو يا راجل عجوز، اكيد انت بتعمل فيها مقلب دلوقتي. ما مستحيل بجد اللي ده بيحصل. طيب وبعدين يعني حقيقي الورقه دي لو رحت وديتها للبنك دلوقتي هيديني فلوس كتير قوي وهبقى غني؟ بس ده بجد بسبب ايه؟ ايه ده، انا نسيت اخر كلمه في الورقه. وكل اللي انا بديهولك ده يا بلال بسبب معاملتك الطيبه، لازم تتعامل مع كل الناس بطيبه وبالاخص الاكبر منك. يا نهار ابيض، هو ايه اللي انا بسمعه ده؟ راجل عجوز وثق فيا واداني كل فلوسه بدل ما يديها لابنه، وابنه اللي كان بيسال عليه من شويه. واضح كده ان الفلوس دي مكتوبه لي انا لازم اروح حالا دلوقتي للبنك.
السلام عليكم، بقول لحضرتك ايه، انا دلوقتي حالا معايا الورقه البيضة دي. هي الورقه البيضة دي اقدر اخد منها فعلا فلوس؟ ورقه بتاخد منها فلوس؟ وريني كده يا حبيبي. ايوه انا بشوف دلوقتي كل حاجه. ايه ده، وانت ازاي تعرف الراجل ده؟ الحساب ده اكبر حساب عندنا في بروك هافن، ودلوقتي حالا هو خلاك تقدر تتحكم في اي فلوس، سواء تدخل فلوس في الحساب عنده او تاخد كل فلوسه. طيب ازاي يعني؟ انا طفل صغير وانا ما اعرفش هو عمل كده ازاي، مش هو عنده ابن؟ الله 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 الله، ده الموضوع كبير. يعني انت مش ابنه؟ لا يا عم انا مش ابنه، بس مادام هو حول لك كل فلوسه يبقى خلاص هو وثق فيك، وكمان هو ماضي عليها مش باغي غير امضتك. يا نهار ابيض، انا حقيقي كده بقى معايا كل الفلوس دي؟ وبجد حقيقي؟ ايوه بجد. تحب تسحب كام؟ ايه ده؟ هو ايه الاشعار ده؟ ازاي؟ ازاي جاله اصلا رسالة على البنك؟ في حد سحب فلوسه غيري؟ يا نهار ابيض، مستحيل اللي بيحصل ده، كلام فارغ. يا شرطة الحقوني، فلوسي بتتسرق. انا مش عارف بصراحة رد فعل ماما لما تشوف ان بيتنا غرقان بالفلوس بالطريقة دي. ماما، يا ماما. نعم يا بلال، نازله لك اهو. ايه ده يا بلال، هو انت جبت فلوس لعبة امتى؟ انا عارف ماما انك مش هتصدقي، ولكن انا ما بقيت معايا فلوس كتير جدا، واعتقد ان الفلوس دي كلها من الراجل العجوز اللي انت قلت لي ما اقعدش معاه تاني. ايه ده، كل ده بسبب الراجل العجوز؟ ازاي، مش انت كنت بتقول ان هو فقير؟ فعلا يا ماما هو فقير، ولكن قصته كانت غير بجد، وانت ظلمتيه يا ماما. طيب فين الراجل العجوز ده عشان عايزه تأسف له؟ واضح ان مامتي رايها اتغير بسبب الفلوس الكتير، ولكن انا اتعلمت درس مهم جدا، ان انا لازم اساعد الفقير حتى لو هو غني. واديني ربنا كرمني والشخص ده حبني، مع ان انا اللي كنت بديله الفلوس وانا ما كنتش عايز اي مقابل. بجد حقيقي بجد انا متفاجئ جدا. هو بس كده يعتبر فيلم النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيلم البافي. اتمنى يكون عجبكم فيلم النهارده. ما تنسوش لو عجبكم فيلم النهارده تحطوا حالا لايك وتدعكوا الجامد، وكمان تشتركوا حالا في القناه. ايه رايكم في فكره الفيلم؟ بجد بجد انا مبسوط جدا جدا، لان حرفيا يعني الناس بتحب الافلام بتاعتنا جامد. ولكن في حاجه صغيره عايز اقول لكم عليها بخصوص الافلام، الناس ما بتحطش لايكات كتير. محتاج بجد يا ابطال على الاقل يبقى 1000 لايك في كل فيلم عشان نحاول ابطال نستمر ونلاقي دعم يكون اسطوره. تمام، لان زي ما انتم عارفين واضح قدامكم ان في مشاكل للاسف في القناه. شكرا بجد طبعا على البثوث المباشره اللي احنا بقالنا يعتبر فتره بنعملها كل يوم اثنين وخميس الساعه 9، دي مواعيد البثوث المباشره بتاعتنا في رمضان. وشكرا للناس المنتسبين، ان حرفيا بجد بجد انا بموت فيهم وبحبهم، ان البثوث بتاعتهم مفروض كل جمعه. تمام، بنعمل بث مباشر للمنتسبين. شكرا بجد لكل الناس اللي منتسبه عندي في القناه، وانا دلوقتي حالا هقول اساميهم كمان. شكرا سراج ومحمد وياسو وراندوم وميمو ورؤى الخطيب وابراهيم رجب وعبد الله ويوسف ولاء وحمودي وعمر كينج. كل الاسماء دي الناس دي هي اللي اخر فتره منتسبه عندي في القناه. ايه ده، في حد بيقنص عليا، يا ترى عايز ايه ده؟ اعملوا لايك واشتركوا حالا في القناه عشان نكمل الافلام الحلوه دي. خلاص يا عم، هيعملوا دلوقتي حالا لايك وكمان هيشتركوا في القناه. وكان معكم اي في جيمنج ابطال الجيمنج، وي مع السلامه. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه.